أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي بتشوف وبتتابع من جوه الصيدلية. أنا عمرو أبو بكر. النهاردة حلقتنا فوق 18 سنة، يعني للكبار فقط. تمام، حلقة النهاردة هتتكلم عن إيه؟ حلقة النهاردة معمولة للتوعية وعلشان الناس تعرف إيه الحلول اللي موجودة وتقدر تقرر بشكل صحيح. هنتكلم النهاردة عن إيه؟ هنتكلم النهاردة عن التسريب الوريدي. لو اول مره تسمعها فانت هتستفيد جدا النهارده، ولو سمعتها قبل كده فانت هتستفيد برضو، وممكن تكتب لنا في التعليقات وتفيدنا اكتر واكتر. هنتكلم عن علاقته بفشل الانتصاب المتكرر، هنتكلم عن الاسباب المحتمله، وهنتكلم عن انواع العلاج المحتمل اللي موجود، اللي منهم تركيب دعامه داخل القضيب، وهل الدعامات دي نوع واحد ولا اكتر من نوع. لو الموضوع يهمك يبقى تشرفنا بعد الفاصل. تنسوش انا عمرو بكر، دي جوه الصيدلية. يلا بينا نبدأ. يلا بينا من جوه الصيدلية. علشان نفهم يا جماعة موضوع التسريب الوريدي ده، يبقى احنا لازم نفهم عملية الانتصاب ببساطة بتحصل ازاي، وانا حاول ابسطها ان شاء الله بشكل كبير جدا. خلينا نفهم ان معلش انا هبدأ اشاور ان القضيب ده مش حتة لحمة كده وخلاص، لا، هو القضيب ده عبارة عن طريقين مفصولين مع بعض، يعني عبارة عن في طريق هنا وفي طريق الناحية التانية، كل طريق مفصول عن التاني، وكل طريق بيبقى قبله فيه زي كهف كده، حفرة صغيرة كده اسمها الكافر نوزل. لما بيحصل إثارة المخ بيبعت رسائل علشان يضخ الدم في الأوردة. الدم يروح رايح للأوردة، ما بيروحش على طول، يروح رايح متخزن فين؟ يروح رايح متخزن في الكهف اللي هنا اللي هي الكافرنوزا. لبدأ العضلات دي يحصل لها ارتخاء، فيبدأ الدم اللي هنا يبدأ يروح رايح في الأوردة اللي جوه، في الطريق اليمين ده والطريق الشمال ده، فيبدأ يحصل الانتصاب. المفروض الأوردة دي فيها صمام بيسمح ان الدم يروح في اتجاه واحد بس ويقفل. تخيل بقى ان الصمام ده يبقى فيه مشكلة، فاللي هيحصل ايه؟ هيحصل ان الدم هيرجع، او ممكن يحصل ايه؟ تسريب في الأوردة الفرعية. فايه اللي يحصل؟ الضغط يبدأ يقل، فالانتصاب تدريجيا يبدأ يروح. التسريب ده هيتراوح من نسب صغيرة لتسريب كامل، فممكن يسبب ضعف في الانتصاب او يسبب انعدام الانتصاب. من اسباب دي ان هو ممكن يكون في خلل موجود في الولادة، يعني موجود عيب خلقي موجود في الوريد، وده هتعرفه من الاصل، بمعنى ان الحالة هتكون كده من اول البلوغ، يعني مش هتكون كويس وبعدين الموضوع يسوء. السبب التاني ان هو ممكن يكون في ضمور في العضلات، ممكن يكون ناتج عن ايه؟ ناتج عن يا اما نقص هرمون التستوستيرون، او ممكن يكون سبب تاني. طيب السبب التالت هو ممكن يكون بسبب مرض زي مرض السكري. مرض السكري ده بيضعف العضلات بشكل كبير وبيأثر على الاوردة الدموية. طيب ايه السبب الرابع؟ السبب الرابع هو يكون اصلا عندك مرض في الاوعية الدموية بشكل كبير بيخلي الصمام ده ما يقفلش. السبب الخامس المهم جدا، وهو العامل النفسي. العقل لما بيكون في ضغط بيفرز حاجة اسمها أدرينالين، وده للأسف بيقلص وبيقفل حاجة اسمها سيروتونين، وبيمنع التمدد، وبيؤدي ايه؟ بيؤدي الى حدوث التسريب. دي مش كل الاسباب، لكن دي اشهر الاسباب اللي ممكن تعملها. طيب انا قلت لكم اول حلقة ان الحلقة دي للتوعية فقط. هو انا ازاي هعرف انا عندي تسريب وريدي ولا لا؟ دكاترة الذكورة بيستخدموا اكثر من طريقة، زي الاشعة السينية، اشعة الموجات فوق الصوتية لشرايين القضيب وهو اثناء الانتصاب، ويشوفوا هل في تسريب ولا مفيش. هل في علاج للقصة دي ولا لا؟ طبعا على حسب نتيجة التشخيص. الدكتور بيجرب اول حاجة حبوب زي الفياجرا مثلا والسيالس، ويشوف النتيجة اللي في الاغلب مش هتخلي الانتصاب يقعد فترة كافية. تاني حاجة بتكون الحقن الموضعية في القضيب، وفي منها نوعين. نوع الاولاني اللي هو الالبروستاديل، زي حاجة اسمها كفر جيت، وده بيتحقن في فتحة القضيب نفسها، وده بيبقى عبارة عن سائل كده لازق بيتحقن جوه فتحة القضيب. النوع التاني هو اسمه ترايمكس، وده ابر جديدة صغيرة كده بتتاخد اسفل القضيب، سنه صغير كده بيتاخد اسفل القضيب، لكن من عيوبه ان هو بيخلي الانتصاب يفضل لفترات طويلة جدا حتى بعد الانزال، وده بيكون مؤلم بشكل كبير، ومع الاستخدام المستمر العضلات نفسها، عضلات القضيب بيحصل فيها مشاكل وممكن يحصل فيها ضمور. علشان كده بنقول ان الحقن مش حل طويل المدى، لكن بيكون حل على فترات ممكن تقدر تستخدمه، ممكن تساعد وتدي نتيجة من
الرضا. ايه موضوع زرع الدعامة ده؟ هل موضوع زرع الدعامة ده بيجيب نتيجة ولا لا؟ خليني اقول لكم ان الدعامات نوعين. النوع الاولاني ده دعامة صلبة، اسطوانة معدنية كده، اسطوانة معدنية بتكون متغطية بالسيليكون وبتبدأ تتفرد، بتدخل جوه القطيب وبتبدأ تتفرد وتتني على حسب الرغبة. يعني انت محتاج تفردها فانت بتفردها، بتحتاج تتنيها فبتتنيها تاني. للأسف النوع ده مش مرغوب قوي ومش محبوب. النوع التاني اللي هو الدعامة الهيدروليكية، دي دعامة بيجي معاها مضخة زي ما احنا شايفين كده، بنفتح فتحة صغيرة اسفل القضيب، ودي بتبقى فتحة الطريق اللي انا كنت بقول لكم هي مش حتة لحمة وخلاص، لا ده هي عبارة عن طريقين، دي اللي هم اسمهم الاريكشن شامبرز، ودي العدة الكاملة اللي بتكون مكونة من اسطوانتين ومضخة والمخزون. زي ما انتم شايفين كده بيتم زراعة الاسطوانة داخل الطريق وبتبدأ يتقفل وبتبدأ نقفل الفتحة، وبنحط الاسطوانة التانية جوه تشامبر التانية، بعد كده بنوسع مكان جوه كيس الصفن وبنبدأ ندخل المضخة وبنوصلها بالاسطوانات زي ما انتم شايفين، بنبدأ نفرغ المثانة من البول وبعد كده بيدخلوا في مكان جوه الكيس او المخزون اللي بيتحقن بواصل وبيتوصل بالمضخة. استخدامها ازاي؟ الزوج قبل الممارسة بيستخدم المضخة اللي هي بتكون واضحة في كيس الصفن ويبدأ يدوس عليها، بيبدأ بالمضخة تبدأ تدوس عليها فبتبدأ تجيب السائل المخزون ده وتبدأ تخليه يمشي جوه التشامبرز أو جوه الاسطوانات اللي احنا حطناها دي، فيبدأ يحصل معاها الاريكشن أو يبدأ يحصل معاها الانتصاب. بعد ما بتخلص العملية أو بتخلص الموضوع انت عايز تفضيها فبتبدأ تدوس برضو عليها تاني، بتدوس عليها بطريقة معينة فبتبدأ تفضي المية اللي فيها أو السائل اللي فيها فيرجع الانتصاب يروح تاني. استخدامها سهل وبسيط جدا. خلينا نقول في شوية حاجات كده، ان هو لازم بعد تركيب الدعامات دي لازم تفضل 45 يوم قبل ما تقدر تستخدمها، ولازم تبقى متأكد وقتها ان مفيش اي عدوى لاي عدوى تناسلية موجودة في الجهاز التناسلي سواء عندك او عند البارتنر بتاعك او عند الزوجة. ببساطة ده كان الموضوع، ما كانش موضوع زي ما قلت لكم في اول حلقة، هو الموضوع كان توعوي شوية لان كم حد سألني وبعت لي قال لي يا دكتور اتكلم شوية عن موضوع التسريب، وللأسف انا ما عنديش ادوية كتير في الصيدلية اقدر اديها لك عشان تعالج موضوع التسريب الوريدي ده، لان هو موضوع متشعب جدا ولازم يبقى في حد بيتابعك وبيشوف الاشعة وبيشوف انت عندك ايه بالظبط عشان يقدر يديك العلاج. وكان من ضمن الحاجات المرتبطة بيها موضوع الدعامات ده، وكان في لغط كبير جدا عند الناس مش فاهمة يعني ايه دعامة ولا فاهمة الدعامة دي بيركب ازاي، ولو زمايلي او اخواتي الصيادله لو جالهم حد في الصيدليه عندهم حاجه زي كده وبدا يستشيرهم ولا حاجه اكيد الموضوع ما كانش هيبقى سهل، فحاولت ابسط الموضوع واديله حاجه كده بسيطه. اتمنى تسامحوني لو في تقصير، ولو في اي حد عنده اضافه او في حاجه تتكمل الموضوع ده يا ريت تفيدونا وتفيدوا كل الناس اللي ممكن تقرا التعليقات وتكتبوها في الكومنتات تحت. دمتم في نعمة، دمتم في صحة، ودمتم في فضل من الله. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من جوه الصيدلية. كان معاكم العبد الفقير إلى الله عمرو أبو بكر. سلام. أتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجة مختلفة، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه اول باول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لاننا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعة. شكرا جزيلا، عمرو ابو بكر.